من عقب ما شفنا علوم الجو بروح عند سعود المعاضيد في المزروعة. وصبحك الله بالخير مرة ثانية. مرحبا ومسهلا يا اختي خلود، اصبح عليك بالخير واصبح على مشاهدينا الكرام بالخير. طبعا انا موجود في ساحه المزروعه للمواشي، وان شاء الله راح نتعرف على هذه الساحه والخدمات اللي تقدمها هذه الساحه، وبعد بنتعرف ان شاء الله على المقصب اللي تم افتتاحه في اخر السنه اللي راحت، سنه 2014 تم افتتاح هذا المقصب بالتحديد شهر 12. ويسعدني ان ارحب بالسيد عبد الرحمن السليطي مسؤول عن الساحات. يا مرحبا ومسهلا فيك وشرفتنا على شاشه قناه الريان. يا هلا ومرحبا فيكم، حبيت بس اشكر قناه الريان على الاستضافه الطيبه. لا شكر على واجب، الله يسلمك. في البدايه ودي ان تعرفنا عن هذه الساحه، ساحه المواشي، شو اللي فيها؟ شو الخدمات اللي توفرونها للزوار؟ والله موجود المكسب، مكسب على مدار الأسبوع، وسعته 400 راس في اليوم، ومخزن الأعلاف التموين سعته 20,000 كيس، وبالإضافة موجودة 20 حظيرة حلال، كل حظيرة تسع 20 راس تقريبا. الحلال اللي موجودة هنا كله، يعني هذا هل هو حلال مستورد ولا هو حلال محلي؟ لا، انتاج محلي، انتاج العزب والمزارع القطريه. شلون ممكن يعني الحين مثلا انا عندي عزبه وابغي اشارك في هذه الساحه او ساحه من الساحات، شلون ممكن اشارك فيها او اجيب حلالي، ابيع حلالي في حدا هذه الساحات؟ موجوده في نفس الساحه، تجيب حلالك وعلى طول إذا للذباح ما ينفحص، وإذا كان للتربية ينفحص في عندنا في الوزارة نفسها في المركز. طبعا ودي بعد تكلمنا أكثر عن المقصب اللي تم افتتاحه في السنة الماضية في 2014 في شهر 12، تكلمنا عنه أكثر، شو الخدمات اللي يقدمها هذا المقصب؟ هو قصب المقصب خاص للساحة ولأهل المنطقة، يعني مش محصور للساحة، حتى أهالي المنطقة أو أي حد يبي يجيب ذبيحته يجيبها ويقصبها في المقصب. يعني ممكن إذا أنا عندي عزبة هني قريب، يعني في أحد العزب اللي موجودة في المزروعة، ممكن نجيب شيء من يعني الذبايح اللي موجودة عندي، أجي أذبح وأروح، ولا شرط أنه يكون يعني لازم يكون عندي شبك وحلالي موجود في هذه الساعة؟ لا، أي واحد عنده عزبة، عنده زرع في البيت، جايبها من أي مكان يقدر يقصب في المقصب عادي، ما في أي مشاكل. بالعكس، تحت إشراف وزارة البلدية، إشراف دكتور، يعني في فحص على الحلال وهو ينذبح، عندنا دكتور موجود على مدار الوقت، والمقصب مفتوح من الساعة 5 صباحا للساعة 5 مساء. نعم. بعد ودي تعرفنا عن يعني قسم الاعلاف اللي موجوده في هذه الساحه، تعرفنا عليه اكثر، شو اللي توفرونه بعد للزوار اللي جايين؟ يعني اكيد ان حد الزوار ولا حد يعني راعي الحلال يبغي علف، يبغي ياخذ له الاغراض اللي موجوده، شو اللي موجود، شو اللي بعد توفرونه للزوار اللي موجودين او اهالي هذه المنطقه؟ والله الموجود الشوار والشعير تبع التموين، وبالإضافة إلى بعض الأعلاف، الأملاح، الأكل المركب، كل حاجة موجودة، والرودس والبرسيم. نعم، الله يعطيكم العافية وبيض الله وجيهكم على هذه الجهود اللي تقدمونها. يا أهلا مرحبا، ما قصر، بيض الله وجهك. طبعا مشاهدينا الكرام، مثل ما تعرفنا على الخدمات اللي تقدمها ساحة المزروعة للمواشي، بعد عندي ضيف ودي نرحب فيه، سلمان المهندي. يا مرحبا ومسهلا فيك. سلمان، أنت مشارك وصاحب حلال، ودي أن تعرفنا شلون يعني شفت هذه الساحة، شلون شفت الخدمات اللي تقدمها هذه الساحة لكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، نشكر قناة الريان على هذه الاستضافة. احنا صراحة للموسم الثاني على التوالي نشارك في ساحة المزروعة بالنسبة للثروة الحيوانية. صراحة العام كان كبداية، وحطينا يدنا بيد الجماعة، لأن كان ودنا أن يكون في مكان قريب من مناطق الشمالية، يخدم المناطق الشمالية، لأن فعلا في معاناة أن لما الواحد ينتقل من منطقة إلى منطقة، مثلا أنا مثلا من الخور أو من الذخيرة أو من الرويس، راح أروح للدوحة أخذ الذبيح اللي أنا بيه. الحين اللهم لك الحمد والشكر بفضل الله، ثم المسؤولين القائمين على وزارة البيئة وفروا لنا جميع الاحتياجات اللي نحتاجها كمربين للحلال. العام كان ما في وجود مكصب، السنة الحمد لله وفروا لنا المكصب، ما كان فيه علف، السنة موجود علف.
هذا كلها كانت ملاحظات العام احنا تطرقنا لها، والسنة الحمد لله بفضل الله والمسؤولين نشكرهم على رأسهم سعادة الوزير ان الشيء اللي احنا نبيه وفرون لنا. يعني انا مثلا جايب حلال، والحلال مثل ما تشوفون موجود، يعني متنوع الحلال على حسب اللي يبي، فيه صغير وفيه الكبير، والحلال هذا منتج يعني منتج وطني، يعني تقول تقدر تقول انه يعني 100% ماركه قطريه. احنا صاحبين حلال صار لنا ما شاء الله يمكن حول 10 سنوات او اكثر من 10 سنوات. الحمد لله الحلال عندنا وعندك خير ما يقارب حول 800 إلى 1000 راس ما شاء الله. بس ما ودي ان اقطع كلامك الا بكل خير، بس من وجهه نظرك شلون تشوف الاقبال على هذه الساحه، وخاصه ساحه المواشي، وخاصه ان في عزب هني طبعا، في عزايم اللي يبغى يسوي عشاء عند الساحه قريبه منه، المقصب قريب منه، شلون تشوف الاقبال يعني من اهالي هذه المنطقه؟ هو صراحة للأمانة في البداية ما كانت الناس تدري عن هذا الشيء، لكن لما أن طبعا إحنا خصوصا الشباب اللي في العزب والشباب الميالس قعدنا نتكلم ونقول الربع اللي يبي ذبيحة ترى موجودة في ساحة المزروعة في المصلال، والحمد لله الإقبال أسبوع عن أسبوع قاعد يزيد. ليش؟ لأن وجود الذبيحة ووجود المكسب هذا عامل شجع الناس بدل يروح إلى الدوحة يأخذ ذبيحته. أنا صراحة أروح العزب حق الشباب أشوف فعلا يأخذون من ساحة المزروعة، لأن يقول لك الحلال هذا حلال قطري. الأهم من هذا كله مو بس حلال قطري، الأهم من هذا كله أنه يعطونك شهادة طبية، أنك أنت لما تبي تشتري شيء من الحلال في شهادة طبية مع الذبيحة أن هذه خالية من الأمراض، وهذا يمكن مو متوفر في أي دولة ثانية، لكن هذا فضل الله ثم المسؤولين القائمين على هذا الشيء أنه يعطيك ذبيحة خالية من الأمراض بوجود الشهادة الطبية لهم. بوجود شهادة طبعاً، الله يعطيهم العافية وبيض الله وجيهم على هذه الخدمات اللي يقدمونها لكم لأهالي المنطقة، وبيض الله وجهك ويعطيك ألف عافية. طبعاً مشاهدينا مثل ما تعرفنا على ساحة المزروع المواشي والخدمات اللي تقدمها هذه الساحة، يعني مثل الحلال والمكسب اللي موجود اللي توه يعني تم افتتاحه ما صار له شهرين، طبعاً هذا اللي عندي من ساحة المزروع المواشي، وأتمنى أن عرفتكم على هذه الساحة والتفاصيل اللي موجودة في الساحة والخدمات اللي تقدمها هذه الساحة. طبعاً هذا اللي عندي، وأرجع لأختي خلود في الاستديو. شكراً سعود، نشكر ضيوفك ويعطيكم العافية. ومن البر للبحر مع حنان بلان بتقدم لنا، قالت أكلة عن الأكلة بحرية، وصباح الخير مرة ثانية حنان. رجعنا لكم مشاهدينا، مثل ما قلت لكم سابقا ان انا معاكم من فندق الجسره مطعم السنبوك اللي في سوق واقف. طبعا مطعم السنبوك من اسمه يقدم ماكولات بحريه شهيه مخصص بهالشيء نقدر نقول، ومعاي الشيف ياسين. صباحك الله بالخير. صباح الخير حنان. صباح النور. شنو طبقنا اليوم؟ طبقت انا اليوم هو طبق الكالاماري مع المشمش الجاف. المشمش جاف ويزيد أرجان إن شاء الله. مثل ما قال الشيف ياسين اليوم طبقنا كالاماري. نبتدي بالمكونات مشاهدينا، نبلش من اليمين. عندنا هنا الشامندر والبرتقال الصغير، يعني تمر البرتقال معنا كالاماري، معنا المشمش، معنا الهليون، معنا جميع الأطباق. حنستعمل الثوم القصبي كمان، ونستعمل التوت البري. موجود عندنا الكالاماري والبصل الأخضر مقطعينه، وعندنا بعد الطماط الصغير والمشمش الجاف. اول حاجه غنبداو بها هي اننا نقطعوا الكالاماري بهذه الطريقه. هذه كالاماري احنا عندنا طبعا في الدوحه نسميه الخثاق، وعندكم في المغرب شو تسمونه؟ احنا بنتكلم اما الحبار اما الكالامار، يعني نفس الاسماء تنستعملوهم. بعد ما نقطعوا بهذه الطريقه هذه باش يعطينا واحد ديكوريشن ويكون سهل انه يتطبخ بسرعه. تنعرفوا بان الكالامار هو من السيفود اللي هو غني بالاوميغا وعده بروتينات وعده فيتامينات، يعني تقريبا يعني كل السيفود والاسماك يعني سبحان الله تتميز بهالشيء. انا خلني بعد اذكر المكونات الباقي. بعد عندنا هنا زيت الزيتون، وعندنا زيت الارغان والليمون وبرتقال وملح وفلفل اسود. وعندنا بعد الاخضر اللي هو الثوم القصبي. الثوم القصبي اللي في اللي فينا هذه زيت الجرجير اللي غنستعملها حتى هي. زيت الجرجير مثل ما تشوفون حطينا الكالاماري اول خطاق على النار. حطينا اول شيء زيت زيتون. زيت زيتون على اي درجه ياسين؟ يعني انا لعب على درجه تقريبا 180 حتى 200 درجه الحراره. 180؟
وكم دقيقة نخليها؟ كم دقيقة؟ على حسب الاستواء ديالو، يعني تقريبا غنكونوا خدامين في واحد 3 دقائق تاع الطب. غنعمل البصل، نحط مع البصل الأخضر اللي مقطعينه، زعفران وشوية زعفران، وهنبلش عندنا ليمون، عصير الليمون أو الليمون اللي بنلاحظوا بأن الكالامار بدا تيغير اللون ديالو. نعم، تلاحظوا بأن الكالامار ولا الحبار بدا تيغير الشكل ديالو واللون. نضيف هو أول ما حطيته في الجدر على طول صار يعني نفس المدور. نضيف البرتقال كامل، وحاول تدور لأن درجة الحرارة تساعده أنا وينكمش. حطينا عصير البرتقال وعصير الليمون الجدر الضابط. نحاول نحط التوت البري، زيت زيت سوري التوت، التوت البري، التوت البري. نستعمل برتقال، تمر البرتقال اللي غيعطينا واحد النكهه اللي هي تتعامل ما بين الحلو والحامض في نفس الوقت. احنا اوريدي يعني حطينا الليمون والبرتقال، بعد يعني هالبرتقال الصغير ياثر بعد في الطعم؟ نعم بالضبط، لما مذاقو تيكون مختلف. من بعد ما تنحاولوا نزيدوا النسبه اللي عندنا تاع البرتقال كمان. شوف ياسين، بما ان يعني انت من بلاد المغرب، زيت الارغان، شجره الارغان، نقول موجوده فقط هناك ولا موجوده؟ الاكتشافات اللي قالوا بان زيت ارغان متواجد في المغرب، يعني في جنوب المنطقه الجنوبيه المغرب، وهذا يعني كاينين غابات تاع شجر الارغان اللي تنقدوا التمر ديالو اللي تنستعملوا معاه تقريبا، تنطحنوه بعد ما يتحمص وتعطينا زيت ارغان. زيت ارغان تنقسم الى نوعين، يعني نوع نستعملوه في الطبخ، ونوع تنستعملوه في التزيين والتجميل. ولهذا تلقاو بانه يعني نادر تقريبا ان نلقاه في العالم باسره الا في المغرب. يعني تقريبا الطبق ديالنا قدر يستوى، دانا نبداو في التزيين، تقريبا عطينا دقيقتين باش يستوى الكالاماري. حبيت اذكركم مشاهدينا بعد ان مطعم السمبوكي اللي في فندق الجسر فقط للاكلات البحريه، وطبعا السوق واقف عندهم كذا مطعم يقدمون فيه من جميع المأكولات العالميه من انواع المطابخ والمأكولات. مثل ما تشوفون هنا عندنا خلاص جهز، صح؟ الكالاماري او الختان جاهز؟ يعني جاهز، يعني نسبة الطبخ ديالو ما تنحاولش أن نعطيه نسبة كبيرة من الطبخ، يعني باش يبقى محافظ على المواد المفيدة للجسد اللي فيه. أنت مثل ما قلت أنا يعني كانوا يستخدمونه حق الأثقال والناس اللي تشيل الوزن، اللي تشيل الوزن، الناس الرياضيين اللي عاملين دايت، يعني ريجيم تلقاو هذه النسبة لأنه خالي من الكوليسترول، والنسبة تاع الدهنيات فيه ضعيفة، ونسبة البروتينات والهيدروكربونات اللي فيه تتعاونوا باش يعطيو الطاقة أنهم يديروا مجهود رياضي أكثر. رياضي أكثر، وطبعا حق الرجيم حق السيدات اللي مسويين دايت ولا ماشيين على كروس. ونفس الشيء بالأخص لو استعملناه مع الريزوتو اللي نقدروا نلقاو من في فندق البدع اللي هو تابع للجسره، تابع للسوق واقف، يعني غيكون غذاء كامل ومغذي لجميع اطراف العائله، يعني صغير وكبير. دلوقتي نبلش نحط الديكوريشن ديالنا. تنعرفوا بان الهليون تا هو غني بعده الهليون. انا مثل ما سمعت قبل انه يعني كل شيء اخضر يكون فيه يعني فائده اكثر. ضروري، وبالاخص اي حاجه بحال انت حطيت الطماطه هناك، صح؟ الطماطه عشان تاخذ لها واحد اللون اللي هو احمر، الديكوراشن والزينه كمان. وما راح نستخدم عليها صوص معين او صلصه او مع شنو تتقدم يعني؟ الويل ارغان، يعني غنحاول انني اخر شيء نحطو فيها هو الارغان باش يعطي النسمه ويعطي الذوق القوي اللي فيه. غنحاول نحطو الشمندر، بين عارف الشمندر تا هو القيمه الغذائيه ديالو. يعني حطينا الشمندر حق الزينه، حق الزينه وحق الطعم كمان، يعني الشمندر غني بالسكر اللي سهل انه يتحل. يعني كل شيء صحي احنا لو حطينا زيت، الزيت الموجود عندنا نستخدمه مثل زيت عافيه او اي شيء، لا حطينا يعني زيت زيتون، استخدمنا زيت الارغان، هاي كلها اشياء مفيده، يعني اشياء صحيه مثل ما قلت، وبعد نقدر نستخدمها حق اللي يشلون اثقال ووزن، وبعد حق الدايت يعني الناس اللي بيعانوا من الكوليسترول وداء السكري كمان، يعني بالقوة بانهم حاطين واحد النسبه كبيره. الجرجير تنعرفوا القيمه الغذائيه ديالو تا هو. الحين احنا قاعدين نزين الطبق. ضروري، لان اول حاجه بتاكل هي العين،
ها وبعدين اكيد يلعب دور كبير يعني يلعب دور كبير يعني لما باش نحطوا واحد الزينه واحد الطبق يعني الانسان انا الشهيه تتحلي بواحد الدرجه اللي هي كبيره ويقدر انه يتقبل الطعم اللي عطينا من قبل. وطبعا مثل ما قلت انا راح نحط صوص ولا صوص الصوص عندنا زيت ارغان زيت الارغان هاي مثل ما نقول اللمسه الاخيره ولا ها اللمسه الاخيره و شي بتاعت الديكوريشن يعني نمسه هاي التوت البري حطيتها انت في شنو مع خلطتها مع شنو ها خلطتها مع نسبه قليله من العسل نسبه قليله من العسل وطبخناه باش يكون عندنا ديكوريشن وهيدا الطبق ديالنا جاهز الله يعطيك العافيه الله يعافيك مشاهدينا مثل ما تشوفون هاي الطبق جاهز عندنا كان طبقنا اليوم كالاماري او الخثاق نقدر نقول شي خلصنا؟ لا خلصنا وبالهنا والشفاء ان شاء الله يعطيك العافيه شيف هاي كل اللي كان عندي من فندق الجسر مطعم السنبوكي اللي فيه سوق واقف حياكم الله شكرا حنان نشكر الشيف هو شكله حلو بس حنان ما جربته عشان تقول لنا شنو الطعم ومشاهدينا فاصل وراجعين